السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم خليفة من الجزائر. فيديو تاع اليوم باش نتكلموا على يوسف البلايلي والانتقال تاعه الى الدوري الفرنسي، وايضا باش نتكلموا على يوسف البلايلي كمشوار تاعه والمانجر تاعه، باش نتكلموا على كل الامور اللي تخص يوسف البلايلي والامور اللي لازم عليه يديرها باش ينجح في المشوار تاعه. يلا نبداو الفيديو على بركة الله، وما تنساوش تدعمونا باللايك. اول شيء الف مبروك ليوسف البلايلي لانتقاله للنادي الجديد وفي الدور الفرنسي ان شاء الله. كما راكم تشاهدوا معنا، هذا هو المصدر انه انتقال يوسف البلايلي الى نادي بريست الفرنسي، وهذه هي الجريده الفرنسيه ريمس سبور، معروفه بالمصداقيه، وهذه جريده فرنسيه. كما راكم شفتوا انه يوسف البلايلي رسميا انتقل الى نادي بريست الفرنسي. نادي بريست ماهوش نادي كبير وماهوش نادي صغير، نادي متواضع نقولوا، احسن من المتوسط. ويوسف البلايلي انتقل الى هذا النادي حسب المصدر اليكس، ان الصحافي هذا يعمل في جريدة ريمز وجريدة ليكيب الفرنسية، تكلم ان يوسف امضى 5 اشهر فقط مع نادي ريمز مع التأكيد، يعني اذا اكدوا المستوى تاعو كان افضل وعجبهم راح يسنيلو على 3 سنوات. نتمنى ان شاء الله كل توفيق ليوسف البلايلي انه يوفق في مشواره الكروي، كيما فرحنا ان شاء الله يزيد يكمل اللي فرحنا اكثر، وحنا كشعب جزائري وكجمهور جزائري موراه وندعم ولد بلادنا ان شاء الله. نتمنوا له كل توفيق وحظ موفق ليوسف البلايلي. ولكن خوتي الاعزاز، الحاجه اللي حبيت نحكي عليها وناكد عليها ونتمنى تعطوني فيها رايكم، كيما تشوف هنا انه يوسف البلايلي امضى معقد مده 5 اشهر بعد الى قدم مستوى جيد يعاودوا سينيولو 3 سنوات كونترا مفتوحه، هنا تعرف انه يوسف البلايلي عنده مشكل كبير تاع ماناجير، ونعرف انه الماناجير تاع يوسف البلايلي هو الوالد تاعو. صراحه يوسف البلايلي لاعب كموهبه، موهبه كبيره ما شاء الله عليه، لا نقاش فيها ولا جدال عليها، لاعب رائع يقدر يلعب في اي نادي، ولكن المشكل في التسيير، المشكل ما عندكش ماناجير مليح تبقى بلا نادي عادي جدا، والموهبه تاعك تدفن وتلعب في انديه يعني ضعاف وانديه صغيره. نشوفوا لاعبين يلعبوا في الريال، يلعبوا في البارسا، يلعبوا في مانشستر، يلعبوا في انديه كبيره، لاعبين صدقوني دون المستوى. علاش؟ لانه عنده ماناجير كبير، لانه صارت اليوم كره القدم مش موهبه فقط، ايضا لازم يكون عندك ماناجير مليح يعرف يتواصل، يعرف يتفاوض، لانه بزنس. الى اللاعب هذا للنادي ما يدخلهمش اموال وما يجيب لهمش مشاهدات وما يجيب لهمش يعني الناس اللي باش يشريو القميص تاعو، ما راحش يصرفوا عليك دراهم كبار. ما عندكش عائدات اللي باش تدخلها النادي، والنادي ما راحش يستفاد منك بزاف، لانه الانديه بكري كانوا يفكروا فقط يعني انه لاعب مليح موهبه حط فيه دراهم باش يسجل لي اهداف وكره جميله. لا، مولوش يفكروا هكا، ولو يفكروا بزنس اكثر من كل شيء. كره القدم صارت بزنس. يوسف البلايلي مازال يخدم كيما نقولوا بنظام قديم بزاف، الاب تاعو هو المانجر، ونشوفه من دور السعودي الى دور القطري الى، صراحه رغم كل ذلك نتمنى له كل توفيق مع نادي بريست، وان شاء الله يدير مشوار مليح، وان شاء الله نلقاوه سيرته في الاخص المنتخب الجزائري نلقاوه يكون حاضر ان شاء الله، وهو ما نخافوش عليه في نادي بريست لانه معاه بالقبله اللي هو زميله في المنتخب الجزائري وصار زميله في نادي بريست. نتمنى له كل توفيق وحظ موفق ان شاء الله، وان شاء الله ايضا انه يوسف البلايلي يدير عقله ويحترف. المشكل تاع يوسف البلايلي مازالت عنده ديك العقليه تاع جوار يلعب قوسطو، جوار يلعب قوسطو، انسان فنان موهبه يلعب قوسطو، هكا هو داير، هكا خالق. ولكن كون جا عنده الانضباط، اكثر لاعب منضبط في المنتخب الجزائري معروف في كل شيء هو عيسى ماندي، لاعب ما شاء الله عليه انضباط كبير في التدريب في كل شيء في الامور كلها. يعني يوسف البلايلي كان جات عنده العقليه تاع ماندي يوصل بعيد ويروح بعيد. المشكل انه يوسف البلايلي ما يخصه والو، موهبه موجوده، فنيات موجوده، تكنيك، لاعب فنان يفرجك، لاعب يصنع لك الفارق في ارضيه الميدان. المشكل انه يوسف البلايلي الانضباط غير موجود، وهذا الامر اللي يخليه انه في اوروبا ما يساعدوش. في اوروبا لازم عليك تكون انسان منضبط ستريكت، هاك الغلطه ما ديرهاش، رقاد عندك وقت، الماكله عندك نظام، كلش عندك نظام. نشوفوا كريستيانو رونالدو كبير في اللاج، ونشوفوا احسن من اللاعبين اللي هما صغار. علاش؟
لأنه الانضباط أهم كل شيء في الرياضة في كرة القدم، من غير أنك تلعب كل شيء. نتمنوا له إن شاء الله يوسف البليلي يسقم روحه، لأنه صراحة أنا كجزائري ولا أنتم كجزائريين كنا على بالي، كنا نتمنوا له كل الخير، ولكن عنده نقائص لازم يسقمهم باش يوفق في المشوار تاعه، باش يروح بعيد إن شاء الله، وربي يسهل عليه إن شاء الله.